هيئة الدفاع على اتصال مستمر مع المناوبين نتاعنا القادة السياسيين المعتقلين في إطار قضية التآمر بين الظفرين. نحن ديما نحطوها التآمر خاطر حتى حد ما مصدقها هي وقائعة التآمر اللي ما هي موجودة كان في خيال من اختلق هذه القضية. المهم احنا الحقيقة تعربي بعد تجربة أولى لواحد المناوبين، تجربة ثانية لشيمة، تجربة ثالثة الخيام التركي، تجربة رابعة رضا بالحاج، ودخلنا في التفاصيل معهم كيف يقعوا كلهم، وكلهم أجمعوا على أنها سيارة تعذيب. هذه سيارة فيها عبارة على قفص حديدي في الصندوق الخلفي للسيارة، يقع تكبيل السجين بالليمونات، يحشروه في وسطك القفص ويسكروا عليه حتى الهواء ما يدورش مليح. كي تنطلق السيارة عبر الطريق يعني في السير تكون ثم فقدان للتوازن، كدمات من هنا وهناك، معناتها على الجنب اليمين وجنب اليسار القدام التالي، فتصيبه حالة دوار، حالة غثيان، حالة حتى اختناق، وحدث هذا في عديد المناسبات. سؤالي إذا أنت مهمتك نقل السجين من السجن إلى المحكمة مثلا ليحضر في جلسة التحقيق أو للمستشفى لعيادة الطبيب، ما درك وأنك هل هذا يعني مجرم خطير إرهابي يعني نتوقع منه أنه يحاول الفرار أو يحاول يعمل عملية إرهابية مش تحطه في قفص من هكاكة؟ هذا ناشطين سياسيين يا رسول الله، الشعب التونسي كله يعرفهم ويراهم عشرات السنين، يراهم مناضلين نشطاء سياسيين ليس لهم أي معناتها فكر إجرامي أو فكر إرهابي ولا يشكلوا حتى خطورة. فإحنا اعتبرنا وأنه الحقيقة استعمال هذه السيارة اللي هي معدة في الأصل لعتات المجرمين كبار الإرهابيين، مش للناس كما نهبلوا معناتها معتقلين سياسيين. فإحنا قلنا ما ضر يعني إدارة السجون وأنها تخسرهم وسيلة نقل عادية، ماناش طالبين تمييزهم على غيرهم. راهو بالعكس السيارات اللي موجودة عند إدارة السجن نعرف اللي هي موجودة واللي تنقل يوميا في السجناء بسرعة عادية، يا سيدي يهزهم فيها ذيك الباقة تعرفها التوانسة كلها يعرضوها في الكياس، تبدأ ماشي مكتوب عليها إدارة السجون باقة ما فيها معناتها سجناء، اي هزهم كيفهم. علاش هذا تعملوا في حاجة معناتها مهينة ومذلة ومؤذية وموجعة؟ ما السبب؟ لماذا؟ فاخذوا قرار، قالوا يا اخوي احنا ما عادش خارجين من السجن، لا نحبوا نحضروا في جلسات، لا تهزونا للطبيب ولا حتى شيء. اهداف اي نعم، استهداف وتنكيل مقصود للاذلال وللاهانه، مقصوده 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 وبتعليمات.